حوارات الامهات دي، انا مش لسه كنت معاك امبارح؟ بس برضه وحشتني. ازيك يا هند؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كلها خمس دقايق بالكتير ويكون الولد هنا متكتف ومعترف. هما خلاص لقوه في اللندري؟ ايوه، وزمانهم بيظبطوه. المهم يعترف. ما هو اكيد حد من اللندري هو اللي عمل كده. المخدرات مش ممكن تدخل البيت غير بالطريقه دي. وانا ما سلمتش عليكي؟ اكيد ما خدتش بالك ولا يهمك. ده اسامه بعت لي مسج، الواد اعترف خلاص وجايبينه على هنا. ها ايه رايك؟ وانا مالي بسيف الدسوقي؟ مش هو برضه اللي زقك على نسمه ورياض؟ اهو هرب وسابك. انت عبيطه يا بنت ولا شكلك كده؟ بقولك معرفش اللي اسمه سيف الدسوقي ده ولا عمري شفت خلقته. امال مين يا حلوه اللي خلاكي تولعيها في النيابه وتسيحي للناس؟ انت فاكره بقى انها كده مش هتخر على دماغك؟ اي كده كده هتخر. فانت بقى رحتي قايله عليا وعلى اعدائي؟ اه طبعا، ما انا مش هلبسها لوحدي. وانت اتمسكتي ازاي اصلا؟ ابدا، الوليه الزباله دي بعتتني الراجل في البحر الاعظم، قالت لي ده راجل جامد وحسابه واصل، وقعد فكري تقلبيه بفلوس. يا دوبك يا اختي انا حطيت رجلي في الشقه من هنا والبوليس طب عليا من هنا. ده انت حظك ذكر، ربنا ما يكتبها على حد. اتكتبت عليا. اسمعي مني بقى عشان تطلعي منها بنظافه. ازاي بس؟ اذا كانت المحاميه بتاعتي قالت لي ان انا خليتها خل وسابتني ومشيت. انت بصراحه خليتيها خل فعلا. هو في حد عاقل يعمل اللي انت بتعمليه ده؟ ما انا لو ما كنتش عملت كده كنت هشيلها لوحدي. ما علينا، الكلمتين اللي هقولهم لك دلوقتي بقى دول هما اللي هيتقالوا، لا تزودي حرف ولا تنقصي حرف. تمام يا اوكسا؟ ماشي. 10,000 جنيه يخلوك تضيع بني ادم يا واطي، تجيب له اعدام يا كلب. سامحني يا باشا والنبي تسامحني. يسامحك ازاي؟ انت مش عارف انت عملت فيه ايه؟ والنبي يا باشا ده انتوا خيركم غرقني. ولما خيرنا مغرقك زي ما بتقول تعمل فينا كده؟ ده احنا عمرنا ما اخرنا عنك حاجه ودايما بنقول ان انت اللي اولى. خلاص بقى يا ملوش لازمه الكلام ده. احنا مستنيين ايه يا ماهر؟ ما يلا نطلع النيابه. بص، كل الكلام اللي قلته هنا هتقوله قدام وكيل النيابه بالحرف، حرف ناقص حرف زياده، كلمه كده ولا كده، اي حركه نداله هتشوف الناس دول هيعملوا الواجب المظبوط معاك. من غير تهديد يا ماهر. بص يا ابني، دلهم على اللي اداك الفلوس والمخدرات، وانا شخصيا هديلك ضعف اللي هم ادهولك. هديه مني. لا يا باشا شكرا، مش عايز حاجه والله. بلاش يلا السكه دي. الله. يلا بينا. انا جايه معاك. وانا كمان جايه معاك. تيجي معايا فين؟ وانا رايح البس دبل. عايز رايي انا بقى شخصيا؟ انت نفسك تخليك هنا لغايه ما نخلص اجراءاتنا كلها ونلغي قرار الضبط والاحضار. ممكن تحتفظ برايك ده لنفسك؟ مفيش فايده فيك يا هند. كلمي لي الاستاذ مفيد، خليه يجيب كل البريس والميديا ويحصلني على النيابه، لازم كل الناس تعرف الحقيقه. Paralar sizin hesabınıza dahil olacak. Okey, okey. Bir dakika. Allah'ım inni ahmedek ve eşkurek ve estağfarek ve etubu ileyk. Mat? Mat, ah. Ve معاه delil baraatak el vahid. انت رايف ايه؟ انا عارف القاتل، اروح اجيبه من قفا امه. تجيب مين يا عم انت؟ يعني هو هيستناك؟ بعدين انت لو خرجت من هنا هيتقبض عليك فورا. لو فضل هنا برضه هيقبضوا عليه. ايوه،
اصل خلاهم يعرفوا ان احنا وصلنا للواد بتاع اللاندري وجبناه البيت وبرضه بعتوا وراه اللي يقتله، مش هيخليهم يعرفوا ان السيف كان معانا وانه هنا دلوقتي؟ يعرفوا ولا يتنايلوا ب60 نيله. انا خلاص بعد اللي حصل النهارده لا ينفع اسكت ولا ينفع اقعد هنا. انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ يسافر. اسهل حل انك تسافر. مش هسافر يا مان، من فضلك ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، الموضوع ده منتهي. مش هسافر يعني؟ عارف انت بتفكر فيه، بس صدقني يا ابني اللي انت بتفكر فيه ده غلط. ما ينفعش، لو انت رحت لهم برجليك زي ما انت عايز مش هيرحموك، هيسلموك تسليم اهالي، هيحاكموك ويسجنوك والفلوس بتاعتك كلها هتتصادر، وساعتها يبقى هم عملوا كل اللي عايزين يعملوه وبالحرف. والواد اللي مات بسببنا ده دمه يروح حاضر كده واحنا عارفين مين اللي قتله؟ اولا هو ما ماتش بسببنا، ثانيا احنا ما كناش عارفين انهم مراقبينه. مش يمكن احنا اللي متراقبين ومش واخدين بالنا؟ احنا متراقبين؟ لا لا لا، معقوله يا مريم؟ انت رحت لبعيد قوي. هم كانوا مراقبين الواد وشافوه هو داخل الفيلا مع رجالتنا، اكيد شكوا ان الواد اعترف، وحتى لو ما شكوش قرروا انهم يخلصوا منه عشان يامنوا نفسهم، اكيد ده اللي عملوه. اسمع ماهر، انت هتقدم بلاغ في الحارس بتاع الكلب اللي اسمه عزت الطاهر ده، تتهمه فيه بقتل الولد. البلاغ امره سهل، بس احنا هنجيب منين اللي يعترف على المجرم ده ويقول ان هو اللي قتل فعلا؟ انا. انت ازاي بس؟ وانا مش هسيب حق المسكين ده يروح حضر. ما تنساش ان المسكين ده الله يرحمه بقى هو السبب في كل اللي احنا فيه دلوقتي. هي لفت اهي، وزي ما هو كان الشاهد الوحيد على براءتي انا الشاهد الوحيد على اللي قتله. يا ريت كنا سجلنا له وخلصنا. يا ريت حاجات كتير قوي يا مريم، بس خلاص الفاس جت في الراس ورجعنا كلنا للمربع صفر. يبقى لازم نعمل ايه دلوقتي؟ نقعد ونفكر ونرسى وبالعقل كده. عقلي ايه؟ عقلي ايه؟ دي حرب. الله ينور عليك، كده تبقى استوعبتني صح. هي فعلا حرب. الحرب ايه؟ محتاجه التكتيك وتخطيط، لان الحرب خدعه، وفي عز المعارك ما بتبقى دايره بيبقى السياسيين شغالين على حته تانيه خالص. فهمتني يا سيف؟ فهمتك. اشرف ابو هيبه بتاع السيراميك؟ ايوه. اللي متجوز؟ ايوه هي. اعرفه ده؟ انا مش اعرفه بس، ده انا بحقد عليه. ده متجوز حته طلقه يا باشمهندس لوز. استغفر الله العظيم. ما تاخذنيش معلش، اصل انا حموت واعرف بيتعامل معاها ازاي. تعاليها حته شاسيه رياض. اظن ان الكلام ده حرام شرعا. ما انا بستغفر بعد ما بقوله. طيب سيبك من مراته دي اللي ان شاء الله هيطلقها عن قريب، خلينا فيه. هو ايه ده؟ هو هيطلقها قريب؟ يا سلام، ومالك فرحان قوي كده ليه؟ تكونش يعني فاكر انها هتسيبه عشان خاطر سواد عيونك انت؟ لا كده فهمت. انا برضو قلت الباشمهندس ما بيقعش غير واقف. ربنا يتمم بخير يا باشمهندس، ما تنساناش بقى في الفرح. انا عارف عارف انه هيبقى عديق وفي الكتيمي، بس انا برضو من المقربين. مقربين ايه وهباب ايه؟ الله رياض ركز في اللي انا بقوله لك. انا مركز والله العظيم اهو مركز. اكيد سيادتك هتخليها تبطل شغل بعد الجواز. برضه هتقول لي جواز؟ رياض انا قلت لك مليون مره قبل كده ان انا مكتفي بام العيال. ام العيال؟ ما تاخذنيش يعني يا باشمهندس، يا ام العيال تيجي ايه جنب الصاروخ اللي احنا بنكتفي؟ رياض وبعدين ركز معايا بقى، وسيبك من الوليه دي اللي هتوديك في داهيه. خلينا في ابو هبه. ماله بقى اشرف ابو هبه؟ عاوزك تقرص عليه شويه عشان يطلقها. يطلقها ايه؟ الله، هو انت خلاص مخك ده اتلحس بيها؟ هو انا لوحدي يا باشمهندس؟ ده احنا ملايين. طيب سيبك منها خالص، فوق لي كده وركز معايا. أوكي. عندنا شغل اهم منها بكتير، ولا انت خلاص يعني عاوز تسيب الوزاره بدري بدري؟ اوامرك يا باشمهندس. عاوزك تقرفه في عيشته، عاوزك تلاحقه من كل حته، ضرايب، كهربا، جمارك، لحد ما يجيلك زي الفرخه الدايخه، بعدها تروح بفتاه. في الطلاق؟ طلاق ايه وهباب ايه؟ الله، ما تركز معايا اللي في بقولك بقى.
انا عاوز اشيله البيعه الكبيره بتاعت الكلاس. قرار منع التصرف في فلوسه هيتمضي خلال ساعات. بعدها النيابه هتحول القضيه الى قاضي الجنايات، اكيد هيتنشلوا فيها حكم محترم قوي. غيابي مش غيابي بقى ده ما يهمنيش، المهم ان الحكم هيكون فيه مصادره اموال. هي مش فلوس مخدرات برضو ولا ايه؟ الحكومه ساعتها هتعرض شركاته للبيع، نشوف احنا حد يشتري. ساعتها بقى يظهر اشرف ابو هيبه. ايوه عليك نور، فوق لي كده وخليك معايا. طب بالمناسبه دي يعني صاحبنا بعت لي ماهر دياب وعايز يعني. لا 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 لا، انسى حكايه اكسلانس دي. اكسلانس دي بالنسبه لنا خلاص مات انتهى. حتى لو جالك راكع؟ حتى لو جالي زاحف على بطنه. اكسلانس بالنسبه لنا خلاص مات وانتهى. ده لازم